يحكى أن فارسا نبيلا أمضى في المدينة 20 يوما، ثم غادرها في ضحى يوم قائظ. كانت نفسه منبسطة وكان قلبه منشرحا بقرب العودة إلى البيت والأهل. وكان لهذا الفارس النبيل جوادا عربيا أصيلا، لم يجري في حلبة يوما إلا أتى سابقا. وهو في الطريق مزهوا بجواده، كانت الشمس في كبد السماء وصار الحر شديدا حتى كأن رمال الصحراء جمر متوقد. وفي الطريق لقي رجلا أرهقه الحر. كان الرجل حافيا والرمال محرقة تحت قدميه، فترجل الفارس ودعا ذلك الرجل ليركب الجواد، فامتطاه الرجل شاكرا حامدا داعيا له بطول البقاء. لم يسيرا سوى لحظات حتى نهز الرجل الجواد فانطلق يعدو به، وعند ذلك تبين للفارس حقيقة الأمر. كان الرجل لصا محتالا قد سرق الجواد الأصيل، فأطرق قليلا ثم صاح بأعلى صوته قائلا: يا رجل، يا أخي، قف، خذ عني هذه الكلمات. أوقف اللص الجواد وأنصت للفارس الذي قال له: الحصان حلال عليك يا أخي، ولكن أرجوك أن تكتم هذا الأمر عن الناس حتى لا ينتشر الخبر بين القبائل، فلا يغيث القوي الضعيف ولا يرق الراكب للماشي، فتصبح الصحراء خالية من المروءة. عندما سمع اللص كلمات الفارس أقبل وقلبه نادما وقال: إن الكرم خلق نبيل، وإن الصفح طبع الكرام، فاصفح عني، ها أنا أعيد جوادك أيها النبيل حتى لا تضيع المروءة بين العرب. تقبل الله صيامكم.